راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم. في الخبر الليلة خروج الحسين من المدينة وهذا المجلس على حساب خروجه سلام الله عليه. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم. والليل يشهد لي بأني ساهر من طاب للناس الرضا فهوموا قلق أن تقلبني الهموم بمضجعي ويغير فكري في الزمان ويدهم. من لي بيوم وغن يشب ظلامه ويشيب فوج الطفل منه فيهرم العجائبه الجيران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجم. بعد ياسين قال فعسى أنال من التراث مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا. ليش يا سيدي؟ قال ما خلت أن الدهر من عاداته. عجب والله ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويغنى الضيغم ويقدم الأموين وهو مؤخر ويؤخر العلوين وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد فيه لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متمرا
في المسلمين وليس ينكر مسلمه ويضيق الدنيا على ابن محمد وولده حتى تغالبه الفضائل أعظمه خرج الحسين وياي أهل البيت وياي كنا نحفظ صغار وكبار خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتقدم من مصر موسى نبي الله والسبط مضروب من سيف الوليد شوف المقارنة شلون من مصر موسى نبي الله قريب والسبط مضروب من سيف الوليد موسى طلع خايف والفضاء يقطعه محترج قلبه ويجري مدمعه اسمع لكن ما خرج ويا حريق من روعه على اي حال الموسى شلون كان خروج الحسين يا ابو العطيه قال قوض ضعونه من المدينه وسافرته خايف من خلفه محمد ومولد يا خضر تشكل عادي مشكوك جيبه ويلطم الهامة ونادي يا حسين السوق الضع النايم وكل ما تلوم الناس يصف الواحد دمعة وكل ما نهضى كل ما يسلونه جذب والنار تهوصى لا حد يسليني ترى من الأخوة كلكم ما تدرون بمصادر أمسنين عندك يا أبو ياسر قال هل يقولون الضعين هالمشاهد قلبي ما هو باقي عليهم بالسلام أنا خايف يردها الضعين بس نزوه ويتاهم يا حسين غير لخيك بالضعين يا دربة سلطان البلد لو عز بيشي تطلع الناس تشيع وتسرج له الخير وانت لسلطان المدينة طالع يا حسين وإياكم اخذوني يا ضياء أبو علي تدنا مسب نصرك يا ابو سكن الاجانب وانا علي في الحزن ومقاس المصائب الي الفخر والصيب ايام الحرايب قاسيت انا وآل الجمل والياس ولا ما لي اسم بالدهر مذكور ولا ما نم بحار يوم عاشور ولا ما نم بحار يوم ولكن ما
إن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. مولا الشيخ أبو علي استاذي فضل حبيبي تشرف بجوك المولى. أيها الأحبة، آيات النصر الإلهي كثيرة وبيانها بأن الله حتما ناصر من ينصره، ومن كان مع الله كان الله معه. آيات الوعد الإلهي بالنصر المحتم كما قلنا تتشعب وتتفرع من سورة إلى أخرى ومن آية إلى أخرى، من ضمنها إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، من ضمنها إن ينصركم الله فلا غالب لكم، من ضمنها إذا جاء نصر الله والفتح. آيات كثيرة ومن ضمنها ما ابتدأنا به من الآية الكريمة ولينصرن الله من ينصره. السؤال، هل أن الله بحاجة إلى نصري وإلى نصرك وهو أقوى الأقوياء؟ الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى نصر البشر مهما كان ذلك البشر، لا هو بشر. الله ليس بحاجة إلى نصر أي مخلوق كان، ملك بشر جان. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني عن العالمين. إذا ما المقصود ولينصرن الله من ينصره؟ المقصود من ينصر دينه وعقيدته، من ينصر دين الله وعقيدة الله سبحانه وتعالى فإن الله ناصره حتى ولو قتل، حتى ولو مات. ولذلك يجعل له في نصره للسماء يجعل له كرامات لا يعوزها أحد غيره أبدا، لأنه نصر الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليش؟ لأنه نصر الله وكان مع الله فأعطاه الله هذه الكرامة. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لقد جاء الباري جل وعلا هنا بلام التوكيد لدلالة القوة المطلقة للباري جل وعلا، لأنه يعلم علما يقينا بأنه هناك من سيأتي من البشر ويقول أنا قوي بعضلاتي، يستعرض قوة بعضلاته، يقول أنا قوي بملكي، يستعرض قوته بجنوده بملكه. أنا قوي شوفوني، استعراض سوي استعراض. هذا مو حدث جديد، حتى المتوكل لما رفع الإمام الهادي معه على تل المخالي استعرض جنود، يقول شوف عندي 10,000 جندي، استعراض.
يعرف واحد في طيات الجمال يقول انا قوي بمالي، واحد يقول انا قوي بعلمي، يقول انا قوي لكن لا يستطيع ان ياتي بلام التوكيد، ان يقول انا لا قوي لانه في لحظات ينتهي. هو يعرف هذا الفعل الذي يقوم به ربما ينتهي في طرفه عينه، كل شيء هو شيء. ولذلك يقول انا قوي يقول، لكن لا يستطيع ان ياتي بلام التوكيد الا تعنتا وطغيانا وجبر. ولذلك احنا حتى في هناك دعاء خاص في يوم العيد في صلاة العيد، اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة. عن هذا الدعاء الدعاني، اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت لله وحده، إن الله لا قوي عزيز. إلهي البشر كثيرون، البشر كثيرون، من هؤلاء الذي تريد منهم أن ينصروا عقيدتك أن ينصروا دينك؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من هم؟ على قسمين، قسم عام وقسم خاص. أصحاب التمكين واشتراك التمكين هنا بالعمل، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أصحاب التمكين على قسمين، قسم عام وقسم خاص. قسم العام هو كل مؤمن ومؤمنة، كل مسلم ومسلمة يستطيع أن ينصر عقيدة الله، ما يقدر في بلاده في قريته على الأقل في بيته، ما يقدر يكون داعية في محيط واسع ممن تنطبق عليهم هذه الآية، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، على الأقل يكون داعية في وين؟ في بيته، في هذه الأسرة الصغيرة يستطيع أن يقدم النصح، يستطيع أن يرشدهم، استطيع أن يهديهم لأنهم تحت أمرته وهو رب البيت، رب المنزل، رب الأسرة، رب العائلة، فيستطيع أن ينصر عقيدة الله. وكذلك المرأة في بيتها تستطيع أن تكون داعية، أن تكون هادية لأهلها لأولادها لبناتها، أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر على الأقل في محيط بيئتها في محيط أسرتها الصغيرة. هذا باختصار القسم الثاني، القسم الخاص، وهم المعني بهذا، الذين إن مكناهم في الأرض هم ثلاثة أشخاص. أولهم التاجر، الثاني السلطان، الثالث العالم. التاجر بما أوتي من قوة مال يستطيع أن يكون مع الله، أن يشارك أمواله في مشاريع خيرية، أن يقف مع الناس قضاء حوائج الآخرين، وبالمقابل يستطيع أن يفتح نور للعربجة، أن يفتح بؤر الفساد، فلوسه عنده فلوس، يستطيع أن يكون مع الرحمن ويستطيع أيضا أن يكون مع الشيطان، أي طريق هو يسلك. ولذلك التفتوا، سبب رئيسي من أسباب زوال الدنيا فساد بعض التجار، مو من عندي أنا، راح أستدل بكلامي من القرآن. سبب رئيسي من أسباب زوال الدنيا وبلاء الدنيا
فسأل بعض التجار من وين الآية؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. المترف من هو؟ الفقير والثري، صاحب الفلوس صاحب المال هو المترف. أمرنا مترفيها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالصلاح، فلم يمتثلوا بأوامر السماء ففسقوا فيها، فحق عليها القول قول كلمة العذاب فدمرناها تدميرا. سبب رئيسي من أسباب زوال الدنيا هو فساد بعض التجار. يقع عليهم الاعتماد في كثير من الأمور. الثاني السلطان، السلطان بما أوتي من قوة حكم، قوة مال وسلطنة وأوامر، يستطيع أن يكون مع الله سبحانه وتعالى. ولو أن أغلب السلاطين بعيدون عن الله، هم بعيدين عن الله، بما أوتي من قوة سلطنة يستطيع أن ينصر عقيدة السماء، بالمقابل يستطيع أن يفتح ما يفتح من بؤر الفساد وغيرها، ويقع عليه الاعتماد. هنا إشارة: الناس على دين ملوكهم، فإن صلح الملك صلحت الرعية، وإن فسد الملك فسدت الرعية. هذه قاعدة، هذه قاعدة، وإن كان لها نوعاً ما بعض الاستثناءات، لكن هذه هي القاعدة العامة لكل ما قلنا. بعد الآن المتطلع لخروج الحسين الذي هو في مثل هذه الليلة ألا يزيد لو كان صالحان مستقيمان أراده الحسين، لكن ما خرج عليه. لو كان صالحا مستقيما، لكنه كان مفسد وفاسق أكثر من هذا، يتجاهر بالفساد، يتجاهر بالفسق. دع المساجد للعباد تسكنها، وقف على دكة الخمار واسقينا. ما قال ربك ويل للذين شربوا، بل قال ربك ويل للمصلين. هذين البيتين من سبان ليزيد، وشهادة الحسين بفسقه صريحة. إلا اليوم تتداول في جميع المنتديات، عندما خاطب الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عندما طالبه بالبيعة، قال له: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله بنا يختم ويزيد رجل فاسق. صراحة أعلنها الحسين بعد لا كما يقولون لا مجاملات، هنا لا مجاملات في الدين. ويزيد رجل فاسق فاجر ومثلي لا يبايعه. هذا دور السلطان بما يقوم به. الثالث من؟ الثالث العالم، العالم الرباني، العالم الرباني الذي المشوار له بالبنان. فإذا رأى الفساد قد طغى في البلاد وجب عليه أن يخرج علمه، ولو كان فيه إزهاق لروحه، ولو كان فيه هلاك لأهله، لكن يخرج علمه إلى الملأ. وهذا ما فعله الحسين سلام الله عليه، هذا ما فعله الحسين عندما أراد أن يخرج على فساد يزيد، ومعلنا بأنه في خروجه الصلاح.
في مسافه وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: ما خرجت أشرا ولا ضبرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بها، ومن رد علي ذلك فسأصبر حتى يحكم الله بيني وبينه، والله خير الحاكمين. نعم أيها الأحبة، أعلنها صراحة لأنه خارج من وطن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان خروجه كما في بعض الأخبار والروايات في مثل هذه الليلة، لأن الحسين خرج من المدينة ليلا مو نهارا، خرج من المدينة ليلا، خرجنا في ليلة ظلماء ذات رعد وبرق، ومع ذلك الحسين قبل خروجه عنده مهمات، عنده مهمات يريد أن يقضيها، وعلى رأس تلك المهمات وداعه إلى قبور أحد، إلى قبر جده رسول الله، وإلى قبر أمه فاطمة، وإلى قبر أخيه المسموم. يقصد إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلي ركعتين بالقرب من قبر جده رسول الله. فلما انفرغ من صلاته جاء الى القبر واحتضنه بكلتا يديه وهو ينادي: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، انا الحسين فرخك وابن فرختك، وسبطك الذي خلفته في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله إنهم ظلموني وخذلوني وضيعوني، وهذه شكواي عندك حتى ألقاك. على أي حال يا شيخ حسن الدمستاني، نادى ضمني عندك يا جدا في هذا الطريق، رويا يا حبيبي، ضمني عندك يا جدا في هذا الطريق، علني يا جد من بلوى زماني أستري، طاقتي يا جد من فرط الأسى كل فسي، عسى طردك ساينجح كبين الدكه، جد صفو العيش من تعدي، واشاق الهم راسي قبل ابان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتلاع: Yeah.
يخطو عن سمت الرضا مقتدى الامه والي شرقها والمغرب. الا يا ابني وادي كربله لكن اريدك تروح وياي ايدي بايدك.
الله يا زينب اسمع 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 المحاورة أبيات الدعاء. أمسك الزينب بيد الحسين وجاءت به إلى قبر أمها فاطمة. أنا وياك ما ندل القبر وين، لكن هي والحسين يعلمان القبر. وصلت زينب إلى قبر أمها فاطمة ونادت أم زهراء في أمان الله، أم زهراء في رجعة الله. من القبر قاعد يا زهراء حسين عز المعري، من القبر قاعد يا زهراء حسين عز المعري. شهداءنا اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اخواني الحاضرين والمؤسسين لهذا السبب والاجتماع الشريف، اللهم احفظهم فردا فردا في انفسهم واهلهم واموالهم ومن يلوذ بهم يا رب العالمين. والى ارواح موتى المؤسسين والحاضرين موتى المؤمنين والمؤمنات
وشهداء الأبرار والعلماء الأعلام للجميع رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.